صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين من دبي، المدينة المبهرة اللي ما زالت تستضيف فعاليات إكسبو 2020، وما زلنا في أجواء من الفرحة والاحتفالات بالنصف من شعبان. أعزائي المستمعين وين ما كنتوا، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. بداية أعزائي المستمعين أرحب بفريق العمل من إذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة، بتكون معنا اليوم زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا المبدع دايما وائل القواسمة. ولكم مني أطيب التحيات، محدثتكم آمنة آل علي، وبكون معاكم خلال هذه الساعة. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، في حلقتنا اليوم بنتناول فقرات متنوعة ومختلفة، وفي بداية البرنامج مثل ما عودناكم دائما ناخذ آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وكذلك نتناول مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتي أسماء الجناحي. واليوم حلقتنا تعتبر حلقة مميزة ومختلفة، لأن اليوم نحن بنتكلم عن أمراض الكلى، واليوم بتكون معانا ضيفة أيضا مميزة، أم مكافحة بتقول لنا قصتها مع طفلها اللي تم زراعة الكلى له في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. وفي نهاية الحلقة بيكون معانا في الاستديو الدكتور لؤي، أيضا بيكلمنا عن أمراض الكلى وزراعة الكلى. فأعزائي المستمعين نقدر نقول أتمنى أن تكون هذه الحلقة حلقة مفيدة وممتعة لكم. بنكون معاكم من الحين لين الساعة 11، خلوكم ويانا. ونبدأ البرنامج بالخبر المحلي أو العالمي. خبرنا اليوم يقول: أدوية الأطفال دون وصفة طبيب مجازفة لا تخلو من المخاطر. قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن أدوية الأطفال التي لا تحتاج إلى وصفة الطبيب لا تعني أنها خالية من المخاطر الصحية. وأوضحت الرابطة أيضا أن قطرات الأنف المزيلة للإحتقان مثلا تحتوي على مواد قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة عند تناول جرعة خاطئة أو زائدة، مثل نوبات التشنج أو ضيق التنفس أو حتى الإغماء. كما أن أدوية الغثيان والقي تحتوي على مواد قد تهدد حياة الأطفال الأقل من 3 أعوام عند تناول جرعة خاطئة أو زائدة. ولتجنب هذه المخاطر يجب علينا أعزائي المستمعين دائما أن نستشير الصيدلاني أو قراءة النشرة الطبية لمعرفة الجرعة السليمة، وتجنب إعطاء الدواء للطفل لأكثر من أسبوع. وبشكل عام شددت الرابطة الألمانية على استشارة الطبيب عند إصابة الطفل بعدوى في الجهاز الهضمي المصحوبة بالحمى، وتجنب إعطاء الطفل أدوية دون استشارة الطبيب. فأعزائي المستمعين أنا أنصحكم إذا عندكم أطفال، وأنصح نفسي أيضا، لأن أحيانا نستهين ببخاخ الأنف نقول عادي هذا أي وقت زت شمو بنعطيهم إياه، ولا مثلا الأدول، ترى اليهال يكبرون الجرعات تختلف من طفل لطفل. فدائما استشارة الصيدلاني أو استشارة الطبيب هي الحل الأمثل إذا حبيتوا أن أنتوا تعطون أطفالكم أدوية مثلا الأدول أو الأدوية اللي ممكن أنكم تعطونها الأطفال بدون استشارة الطبيب. نحن ننصحكم، ومثل ما قالت الرابطة الألمانية لا تستهينون بالعوارض اللي ممكن تصير إذا لا سمح الله أعطيتوا أطفالكم جرعات يعني مثل ما نقول زايدة أو جرعات خاطئة. فأنصحكم دائما وأنصح نفسي أعزائي المستمعين أن نستشير الطبيب أولا وآخرا.
وبعد خبرنا لليوم بننتقل لأخبار السوشيال ميديا مع زميلتي أسماء الجناحي، بتحدثنا أكثر عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة المستجدات اللي تخص الشؤون الصحية. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور الدبي. يا هلا فيك أسماء، قولي لنا شو عندك آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نذكر فيها أو نأكد فيها أن اليوم مركز، يعني يوم أمس كان آخر يوم عمل في مركز عود ميت لتطعيم كوفيد. المركز يعني كان آخر يوم عمل يوم أمس، واليوم المركز هو مغلق وتم نقل خدماته إلى المراكز الأخرى، بالإضافة إلى مركز عود ميت هو المركز الرئيسي لتطعيم كوفيد في دبي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها، الأشخاص اللي كان عندهم مواعيد في مركز البيت متوحد يكون الرسائل النصية القصيرة اللي عندهم في الهواتف بيشوفون الموقع الجديد للتطعيم، فيقدرون من خلاله يعرفون الموقع ويقدرون يروحونه مع الخريطة الخاصة بالموقع الجديد. أيضا من ضمن الأشياء نحن المستمرين فيها وفي التوعية فيها، وهي عن أمراض الكلى وأعراض الفشل الكلوي، وكذلك معلومات حول حقائق الخاصة بزراعة الكلى في بشكل عام الصحية، وأيضا الخدمات المقدمة في إمارة دبي. من ضمن الأشياء الشائعة أو الأمراض الشائعة هو مرض الكلى المزمن، وهذه الأمراض اللي ممكن تتحول إلى فشل كلوي، لذلك ننصح دائما الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة بأنهم يسوون الفحص الدوري حول وظائف الكلى. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نقولها للجمهور قبل ما نختم رسالتنا، وهي رسالتنا الصباحية واللي تقول رسالتنا اليوم تتكلم عن الأيام السعيدة. أول شيء نقول لهم نتمنى أنهم يأخذون كل ما حسوا أنهم متضايقين، يأخذون نفس عميق. الابتسامة جدا مهمة، وكذلك العمل بإخلاص. نتمنى لهم يوم عمل مميز، نتمنى لهم التوفيق وخلال عملهم وخلال يومهم، ودمتم بصحة وسعادة. شكرا لزميلتي أسماء الجناحي، ودمتي بصحة وسعادة. مثل ما تعرفون أعزائي المستمعين بأن شهر مارس يعتبر شهر التوعية بأمراض الكلى، لهذا خصصنا حلقة اليوم للحديث عن أمراض الكلى. ولكن بعد هذا الفاصل القصير اللي بنطلعه معاكم، بنتكلم أعزائي المستمعين اليوم عن قصة إنهاء معاناة طفل بعد زراعة الكلى. فأعزائي المستمعين خلوكم معنا، بعد الفاصل بنستضيف ويانا أم الطفل محمد بدر الذباحي، خلوكم ويانا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم من جديد أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا عبر الهاتف 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة 4006. في فقرتنا لليوم أعزائي المستمعين بنستعرض معاكم تجربة لأحد الأطفال المرضى اللي عانى من مشكلة في الكلى واعتمد على الغسيل الدموي للكلى منذ الولادة، ولكن بحمد الله تعالى تم التعافي من هذه المشكلة بعد إجراء عملية ناجحة لزراعة الكلى بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. للحديث أكثر عن هذه التجربة وعن قصة إنهاء معاناة طفل بعد زراعة الكلى بتكون معانا اليوم عبر الهاتف أم الطفل محمد بدر الذباحي. صباح الخير أم محمد. صباح النور، يا مرحبا. يا هلا فيك أم محمد. بداية أنا سعيدة بتواجدك اليوم معنا في البرنامج، ولجرأتك ولرغبتك أيضا بمشاركتنا قصة طفلك محمد. وأنا أشكركم على هذه الفرصة الطيبة، وكل الشكر موصول لهيئة دبي للصحة وبالذات مستشفى الجليلة للأطفال. شكرا لك. بداية أم محمد بنتكلم عن الوضع الصحي للطفل محمد منذ البداية وكيف كانت معاناته. محمد عمره 5 سنوات ونصف، وهو
قبل الولادة شخصوا أن في يعني مشكلة في الكلى، وفعلا مولود وكان في بداية فشل كلوي. فيوم كان عمره 6 شهور بدأ بالغسيل الدموي للكلى، ويعني كانت معاناة مش له للطفل نفسه بل للعائلة كلها. 4 مرات في الأسبوع إحنا من الفجيرة، في يعني ينسير لدبي للمستشفى، و4 ساعات أو أكثر على الغسيل نفسه، على جهاز الغسيل. وكان في تعقيدات مثل يعني تشنجات، ويعني التطور ما كان سليم عنده. فيعني كانت معاناة، يعني إنه يعني يكون في تفكك أسري، يعني حتى إخوانه كانوا متأثرين بالموضوع. نعم بالتأكيد أم محمد، إذا طفل يعني موجود معانا في البيت يعاني لا سمح الله من مشكلة طبية، تحسين العائلة كلها تعاني مع هذا الطفل، ومثل ما ذكرتي أنتم من سكان إمارة الفجيرة، فهذا الدرب بروحه والمعاناة يمكن مثل ما ذكرتي 4 مرات يعني في الأسبوع، ما نقدر نقول إن هالموضوع يعني شيء بسيط، بس نبغى نعرف منك كيف تعايشتوا مع هذه المشكلة الصحية، وهل فكرتوا تسافرون للخارج للعلاج مثلا؟ في البداية كان صعب جدا أن نتأقلم مع الوضع، ويعني كان في دائما خوف ورعب، يعني فعلا رعب من أي تعقيد أي هذا. فكنا نلاحظه باستمرار. فسافرنا معاه مرتين، رحنا كوريا ورحنا ألمانيا، يعني على أمل أن تكون في زراعة هناك. في كوريا تعذر الموضوع، قالوا هو صغير. في ألمانيا لأسباب أخرى تعذر الموضوع، فرجعنا للإمارات، والفضل الله والحمد لله صارت الزراعة هنا في البلاد، يعني شرق الحمد وغرب، لله. وفي النهاية في الإمارات. صح، مثل ما نقول الخيرة فيما اختاره الله في النهاية، يعني الحمد لله على الأقل مثل ما نقول تمت هذه العملية بين أهله، وأنتوا أيضا بين أهلكم وفي بلادكم، يعني الشعور يبقى شعور مختلف، نقدر نقول مو بنفس شعور الشخص اللي يقوم بعملية خارج البلاد بعيد عن أهله بعيد عن عائلته وعياله. فكيف تقولي لنا القصة، إن يعني كيف أنتوا حصلتوا على متبرع، وهل كان هناك صعوبة في الحصول على متبرع مثل ما نعرف زراعة الكلى بحاجة لمتبرع بالكلى؟ أيوة، موضوع التبرع موضوع مهم جدا، يعني لأن يعني الناس بحاجة يعني لهالتبرعات. يعني الثقافة بدأت تكبر في الإمارات، لكن أتمنى أن عدد أكبر من الناس يتعرفون على هاي ثقافة التبرع بالأعضاء. فلأن محمد حصل الكلى من متبرع متوفي، فيهنا الأطفال فجأة بيحصل الحين كلية. فكان في إجراءات يعني مسوينها من قبل، يعني مثل فحوصات. فهو كان من بين اللي موجودين على القائمة، هو كان الأنسب. نعم. فالحمد لله يعني تمت العملية. بس يعني أنا أحب أني أؤكد للمستمعين الكرام أن هذا موضوع مهم، يعني التبرع هذا بنفسه أجر للمتوفي، ومثل هدية للحياة وفرصة لجودة أحسن في الحياة للمرضى كلهم. وفي يعني الإمارات الحمد لله يعني عندها الإمكانيات، وفي يعني في المستشفيات، وفي المهارات الموجودة في البلاد. نعم. بالتأكيد أم محمد، مثل ما ذكرتي يعني أقدر أقول معاني أو مفردات يعني مهمة جدا في هذه السطور، يعني ما بين كلامك هذا أنا خذيت منك يعني ثقافة التبرع، ليس فقط التبرع يعني بالأعضاء، ولكن أن ننشر ثقافة التبرع بالأعضاء، أن يكون عندنا يعني دراية، يكون عندنا علم على الأقل له بحث بسيط على الإنترنت كيف ممكن أنا أكون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة. هناك تطبيق أيضا إذا ما خاب ظني تم صحيح. ذكره في الحلقات السابقة، اللي هو تطبيق حياة، يمكن للأشخاص اللي حابين أنهم يتبرعون بالأعضاء وينهون يعني مثل ما نقول معاناة أسرة أو معاناة طفل أو معاناة شخص بالغ. أو مثل ما ذكرتي أيضا من المفردات الجميلة، التبرع بالأعضاء عبارة عن هدية للحياة وفرصة للحياة أيضا، فالشخص أنه بمجرد يعني وفاته ممكن أنه يكون يعني يهدي حياة لأشخاص آخرين أو ينهي معاناة أشخاص آخرين. فهاي يعني نقدر نقول ثقافة يعني التبرع مثل ما ذكرتي أم محمد. ممكن تذكري لنا أيضا يعني بعد التبرع، بعد ما قمتوا بهذه العملية، كيف تغيرت حياتكم، كيف تغيرت حياة محمد من وإلى، يعني كيف كانت حياته وكيف أصبحت بعد التبرع بالكلى؟
هي الحياة تغيرت الحمد لله للأفضل. يعني صحيح في عدد كبير من الناس يظنوا أن بعد الزراعة خلاص علاج سحري، لا يعني في تعقيدات شوية، في يعني أيام صعبة، ولكن بصورة عامة جودة الحياة للطفل أحسن. يعني محمد الحين مع أسرته مرة أو مرتين في الأسبوع يروح لفحوصات، يعني مجرد ساعتين أو شيء، فالحمد لله يكون مع أسرته وعنده الفرصة إنه الحين يعني يبدأ بالعلاج الطبيعي أكثر على أساس إنه يستعد إنه يكمل يبدأ دراسته حتى. يعني الحمد لله هو الحمد يعني فاهم وضعه، وهو نفسه ساعات يذكرني بأدويته، يعني صح في عدد يعني كمية كبيرة من الأدوية، فساعات يقول ماما الدواء الفلاني، يا فأضحك حليلة. أقول لا خلاص الحين عارف. فالحمد لله يعني في جودة في الحياة، وفي يعني وقت مع الأسرة أكثر. فيعني أنا أشكر كل اللي تبرعوا للأطفال، وكل اللي يعني الله يحفظ الجميع، وكل اللي يعني حاطين في بالهم أن يتبرعوا. يعني أنا نفسي سجلت في هالبرنامج اللي ذكرتيه حياة، على أساس أنه إن شاء الله في المستقبل أقدر أنا أساعد ناس نفس ما حد ساعد والدي. نعم أم محمد، يعني كلماتك الصراحة يعني مثل ما قلت يعني تقشعر البدن، وكذلك نحن نضم صوتنا لصوتك أم محمد إن نحن نقول عبر منبر إذاعة نور دبي وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وكذلك مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، نقول إن أنتم بإمكانكم أعزائي المستمعين إنكم تغيرون حياة الأشخاص بمجرد تسجيلكم في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء. أم محمد يعني الكلام اللي قلتي أكيد كلام مؤثر، ونحن سعيدين والله يتمم على محمد يا رب يعني الصحة والعافية، وتفرحون فيه وتشوفونه يكبر بصحة قدامكم، ويا رب إن شاء الله ما تحتاجون لزيارات متكررة للمستشفى وتتغير حياتكم أيضا للأفضل والأفضل. أم محمد إذا في كلمة أخيرة حابة أن توجهينها للمستمعين، شيء في خاطرك تبين تقولينه عبر إذاعة نور دبي. أول شيء أنا أشكر كل اللي ساندني في هالرحلة، سواء في وزارة الصحة وفي مستشفى الجليلة. وبصراحة أنا أحب أذكر أن زوجي كان سند كبير لي يعني في كل هالأحوال، وعيالي اللي في البيت. فأنا أشجع الجميع على التبرع بالأعضاء والتسجيل في البرنامج الوطني، لأنها أجر لكم وها هدية لغيركم. والتبرع موجود، و يعني مرات الحمد لله في هالعصر صارت يعني عندنا احنا الثقافة وعندنا الإمكانيات، يعني ان كلنا يعني نساعد بعض، هذا شيء كبير. يعني الحمد لله في عدد أعداد أكبر الحين قامت تزيد من اللي يتبرعون. يعني أنا شفت عدد كبير من الأطفال الحمد لله زرعوا وتغيرت حياتهم للأفضل، فيعني الحمد لله هذا شيء مشجع. فأتمنى من الجميع أن يفكر في الموضوع، فيعني هذا يكون شيء لصالحكم ولصالح المرضى بعد. بالتأكيد وأنا أيضا أشكركم، نعم أشكركم في نور دبي على هذه الفرصة الجميلة. شكرا لك حبيبتي أم محمد، أيضا نحن نضم يعني صوتنا لصوتك، وأنا أيضا أقدم الشكر الجزيل لأبو محمد ولعائلتك الكريمة ولإخوان محمد الله يحفظهم كلهم ويخليهم ذخر لك، لأن لولا وجود العائلة الداعمة، لولا وجود السند لنا في هالحياة، يمكن كانت بتكون الرحلة أصعب لا سمح الله، ممكن كانت تكون يعني مثل ما نقول غير يوم الشخص يكون عنده سند، غير يوم يكون عنده ظهر، غير يوم يكون عنده أشخاص داعمين في هذه الأسرة. نحن أيضا من هذا المنبر نشكر كل الداعمين لأم محمد في هذه الرحلة، ونتمنى من رب العالمين أن يتمم العافية على ابنها أيضا. وبعد أقول لك أم محمد شكرا مرة ثانية على هذه المشاركة، مشاركتك الطيبة هذه بتأثر في الكثير من الناس، وأيضا مثل ما ذكرتي هذا أجر للي حابين أنهم يتبرعون بالأعضاء، وكذلك هدية للحياة. نرد نقول أن ثقافة التبرع بالأعضاء والتبرع بالأعضاء هي فرصة للحياة وهدية للآخرين. شكرا لك أم محمد على هاي المشاركة الطيبة، كلمات الشكر ما توفيت الصراحة، لأن قليل اللي يقدر يطلع على منبر مثل هذا، وقليل اللي يقدر يعبر ويقدر يقول مثل هذه القصص اللي لها العبرة الكبيرة والفائدة لجميع أفراد المجتمع. شكرا لك مرة أخرى. Let's start.
أعزائي المستمعين، كانت معنا أم الطفل محمد بدر الذباحي، وحدثتنا اليوم عن قصة إنهاء معاناة طفل بعد زراعة الكلى اللي تمت في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وذلك عن طريق يعني متبرع تبرع بالأعضاء. وبهذا أعزائي المستمعين نشكر لأم محمد هذه المشاركة الطيبة، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم لو جزء بسيط عن التبرع بالأعضاء وكيف هذه الرحلة مهمة، وكيف أن الأشخاص ممكن يصنعون فرصة للحياة بمجرد تسجيلهم في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء. أعزائي المستمعين بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نستكمل فقرات برنامج صحة وسعادة. بيكون معنا الدكتور لؤي أكرم عودة، استشاري أمراض الكلى للأطفال في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، بيحدثنا أكثر عن أمراض الكلى. خلوكم معنا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم أعزائي المستمعين برقم التواصل معنا واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. تعد أعزائي المستمعين الكلى أحد أجهزة الجسم المهمة اللي تساعد على التخلص من السموم، ولكن ولأسباب مختلفة قد تتعرض الكلى إلى مشاكل صحية تدرج إلى أن تصل للفشل الكلوي لا سمح الله. وللتعرف أكثر على أسباب أمراض الكلى وأعراضها وكيفية علاجها وطرق الوقاية منها، يسرني أن اليوم يكون معنا في الاستديو الدكتور لؤي أكرم عيد، استشاري أمراض الكلى للأطفال في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صباح الخير دكتور. صباح الخير والنور. أهلا فيك دكتور. الصراحة أنا اليوم متفائلة بوجودك معنا في الاستديو، يعني منذ جائحة كوفيد-19 نحن ما استضفنا أطباء في الاستديو يمكن من سنتين في برنامج صحة وسعادة، فنتفائل بوجودك اليوم معنا وسعيدين بتواجدك. بادين في البرنامج وإن شاء الله الأمور ترجع أحسن من أول والأمام إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، مثل ما نعرف شهر مارس يعتبر شهر التوعية بأمراض الكلى، ونحن على امتداد شهر مارس تحدثنا كثير عن الكلى وأمراض الكلى، ومثل ما ذكرنا توا قصة أيضا زراعة الكلى وكيف أنها ممكن أن تغير من حياة الأشخاص. بداية يعني دكتور، إذا بنتكلم عن أسباب أمراض الكلى، أول شيء أود أن أشكركم على هذه الاستضافة وعلى هذه المبادرة الجميلة في شهر مارس الذي يعتبر مثل ما تفضلت شهر التوعية بأمراض الكلى، وأمراض الكلى العالمي كان في 10 مارس الأسبوع الماضي. في البداية للتعرف على أكثر على أسباب أمراض الكلى لازم نعرف شو ما هي الكلى. أوكي، الكلى عبارة عن جزء أو عضو مهم في جسم الإنسان، مثل شكل حبة الفاصوليا، موجود أعلى البطن. كل إنسان يوجد لديه كليتين تقريبا في الشخص البالغ من 10 سنتيمتر إلى 11 سنتيمتر كحجم، ووزن من 150 إلى 170 جرام. هناك وظائف عدة للكلى، وسبحان الله الكلى من الأعضاء المهمة التي بالتناسق مع أعضاء أخرى مثل القلب والأوعية الدموية تقوم بتنظيم عدة وظائف. من أهم هذه الوظائف اللي هي طرد السموم والمواد الضارة عن طريق التبول أعزكم الله، تنظيم ضغط الدم عن طريق بعض الهرمونات، وتنظيم قوة وفقر الدم عن طريق إفراز هرمون الإريثروبويتين، عمل تنشيط الفيتامين دال. الكل ممكن يعرف أننا نحتاج فيتامين دال عن طريق الأدوية أو عن طريق تعرض لأشعة الشمس، لكن لتفعيل عمله لامتصاص الكالسيوم والفوسفات نحتاج كلية سليمة وصحيحة. لذلك أحد الأعراض في الأطفال هو نقص النمو أو قصر القامة، يكون أحد الأعراض الأمراض المزمنة لدى الأطفال.
بالإضافة إلى السيطرة على الماء والسوائل وأمور أخرى من وظائف الكلى. نعم. فإذا حصل أي قصور في هذه الوظائف تبدأ ظهور أعراض الكلى، أعراض أمراض الكلى. من أهم الأسباب، طبعا الأسباب تختلف عند الكبار عنها عن الصغار. بالتأكيد الدكتور، نحن دائما يسمون أمراض الكلى مثل ما نسمع دائما بيعني المرض الصامت، يعني الشخص الصامت. بالضبط. نعم. الشخص ما يكون حاس أنه عنده أمراض الكلى، أو مو بحاس أنه لا سمح الله طفله عنده أمراض الكلى، فكيف ممكن أن نحن نعرف شو هي أسباب أو أعراض عفوا أمراض الكلى؟ طب للتعقيب على الأسباب، طبعا عندنا أسباب تكون خاصة بالكبار. أهم سبب شائع في هذا الوقت في عصرنا هو مرض السكري. أوكي، أكثر من 40% من الحالات إصابة بأمراض الكلى المزمن هو نتيجة مرض السكري. ارتفاع ضغط الدم هو من الأسباب الأخرى في الكبار. السبب الثالث يكون عن طريق وجود أمراض وراثية أو خلقية، تشوهات خلقية، هذا بالنسبة للأطفال. كثرة الالتهابات المسالك البولية من أحد الأسباب المتعارف عليها. المرض تعدد الأكياس الوراثي طبعا منتشر في مجتمعاتنا نتيجة زواج الأقارب، بالإضافة إلى أمراض وراثية أو جينية أخرى قد تسبب. هناك أمراض جينية وهناك أمراض مكتسبة. أعراض الكلى تنقسم إلى مثل ما تفضلتي، هو يعتبر القاتل الصامت أو السايلنت كيلر. لا توجد أعراض خاصة بالكلى أو تدل على مرض الكلى إلا في مراحل متقدمة جدا. لذلك أمراض الكلى ينطبق عليها المثل القائل: درهم وقاية خير من قنطار علاج. فالفحص المبكر، الاستشارة المبكرة هي تقي من تفاقم أي مرض وتؤدي إلى العلاج. نعم. الأعراض الخاصة هي مثلا الغثيان، الترجيع، فقدان الشهية، ونزول الوزن. هذه من الأعراض التي تكون ممكن أنها تنبه. ارتفاع ضغط الدم. بعض الأعراض الأخرى التي تظهر عن طريق الفحص المخبري مثل وجود بروتين أو دم في البول، ارتفاع وظائف الكلى عن طريق اللي هو الكرياتينين واليوريا الموجود عن طريق فحص الدم. نعم. دكتور عفوا، لو نحن بنبسط الموضوع للمستمعين الكرام، إذا بنقول شو ممكن، أنا إحنا دائما ننصح بالفحوصات الدورية في هيئة صحة في دبي في أقرب مركز صحي، دائما نقولهم لو مرة في السنة روحوا سووا فحوصات شاملة دورية. إذا أنا لا سمح الله عندي تاريخ في العائلة بأمراض الكلى، وأشك أنه ممكن يكون عندي أمراض الكلى مثل ما موجود أو متوارث في العائلة، شو هو الفحص دكتور اللي أتوجه إلى مثلا الطبيب الأسرة وأقول له أنا حابة أعمل هذا الفحص لأتأكد أن كليتي سليمة، أني الحمد لله ما عندي أمراض الكلى؟ طبعا مثل ما تفضلتي، أي مريض سواء مريض كلى أو مريض لديه أمراض أخرى قد تؤدي إلى مرض كلى يحتاج فحص دوري ومتابعة دورية. أمراض الأشخاص المصابين بأمراض السكري، ضغط الدم، أو وجود تاريخ مرضي في العائلة لديهم كأمراض كلى، أو طفل مولود بتشوهات خلقية من البداية يحتاج متابعة دورية. طبعا الأطباء، الطبيب الأسرة، بدون أن حضرتك ما تروح تبلغي أن ما هو الفحص المطلوب، هناك فحوصات دورية يجب بعثها في كل 3 أشهر إلى 4 أشهر، بعض الأحيان 6 أشهر، حسب نوع المرض وحسب التقدم في المرض. من أبسط التحاليل هو فحص البول. فحص البول يعطيك معلومات جدا مفيدة عن نوعية المرض. وجود زلال أو بروتين في البول يدل على إصابة الكلى. وجود أي التهابات أو كريات دم بيضاء يدل على التهابات المسالك البولية. وجود كريات حمراء قد يدل على التهابات أوعية دموية أو أخرى التي تؤدي إلى مرض الكلى. فحص الدم كما ذكرت، الكرياتينين واليوريا من الأهم العوامل. هذه مواد سامة عادة تتخلص من الكلى عن طريق البول. إذا كان في قصور في وظائف الكلى، هذه المادتين الكرياتين واليوريا ترتفع في الدم وتدل بطريقة مباشرة على أن وجود قصور في وظائف الكلى. دكتور أيضا، لأن ما شاء الله المحاور عندنا اليوم يعني نقول زخم في المحاور، حابين نأخذ أقصى استفادة منك دكتور بما أنك استشاري ومختص في هذا، يعني في تخصص مثل ما نقول الكلى. فنحن نقول اليوم دكتور، ما هي مراحل أمراض الكلى ومتى يكون الفشل الكلوي؟ نعم،
الفشل الكلوي نوعين، فشل كلوي حاد وفشل كلوي مزمن. الفشل الكلوي الحاد هو نتيجة مثلا التهاب مفاجئ أو أخذ أدوية بغير وصف طبيب، نقص في السوائل أو قوة الدم تؤدي إلى هبوط مفاجئ في وظائف الكلى على مدى أيام أو مثلا أسبوع، وهذا عادة إذا تمكننا من التشخيص المبكر أو معرفة الأسباب ومعالجتها إن شاء الله ترجع وظائف الكلى إلى وضعها الطبيعي. على الغرار من ذلك الفشل الكلوي المزمن أو ما يسمى المرض المزمن الكلى، فشل إحنا حاليا تغير المصطلح أو تغير المسمى المرض الكلى المزمن. هناك خمس حتى الاسم استوى يعني أهون صدق اسم فشل نعم الكلوي نعم بروحه يعني يقع يعني مثل ما نقول دكتور يعني هو قصور لا سمح نعم الله نعم مرض أو قصور كلى مزمن أخف وقع أو على المريض. الفشل هي المراحل لا سمح الله متقدمة جدا بتكون. فمرض الكلى المزمن هناك خمس مراحل. المرحلة الأولى طبعا نقدر نتعرف على هذه المراحل عن طريق الفحوصات معرفة نسبة الكرياتينين في الدم وعن طريق الترشيح الكلوي اللي هو تقريبا الطبيعي يكون أكثر من 90 مل للدقيقة. فالمرحلة الأولى تكون أكثر من 90 مل، هناك عادة لا يكون أي أعراض مصاحبة. المرحلة الثانية تقريبا من 89 إلى 60% في الدقيقة تبدأ بعض الأعراض الغير خاصة بمرض الكلى. المرحلة الثالثة اللي هي تقريبا من 30 إلى 59 اللي هو تقريبا تبدأ هناك بعض المضاعفات، نزول في قوة الدم، القدرة الشهية، ضعف والهزول. المرحلة الرابعة من 15 إلى 30 أكثر مضاعفات، يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى متابعة أكثر، ارتفاع في ضغط الدم، هرمونات، فيتامين د، الكالسيوم، المعادن، الأملاح غيرها. ما أقل من 15 مل هنا نصل إلى المرحلة الخامسة والتي هي تحتاج إلى مرحلة غسيل الكلوي. الغسيل الكلوي هناك نوعين، غسيل دموي وغسيل بريتوني حسب التوفر المركز أو حسب الخبرة الطبيب يبدأ أحد الموضوع. نعم أيضا دكتور إذا بنقول علاج يعني الفشل الكلوي هل يكون دائما بزراعة الكلى أو نتحدث مثلا عن شروط عملية زراعة الكلى والمراكز اللي توفر هذه الخدمة في الدولة؟ طبعا ولله الحمد يعني قيادتنا المجيدة خلال السنوات السابقة بالرغم من جائحة كورونا كان هناك تقدم جدا ملحوظ في مجال زراعة الكلى على مستوى دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام. توعية على مختلف المحاور، زراعة الكلى هو الحل الأمثل لأمراض الكلى المزمنة أو الفشل الكلوي المزمن طبعا إذا توفرت، لأن هناك مثل ما ذكرت سابقا المرحلة النهائية من فشل الكلوي يحتاج المريض إلى غسيل دموي أو غسيل بريتوني. الغسيل الدموي يحتاج زيارات متكررة إلى المركز مكلفة إضافة إلى المضاعفات. زراعة الكلى طبعا هناك شروط معينة للمتبرع. زراعة الكلى بس لتوضيح المستمعين هي عبارة عن أخذ كلية من شخص حي إما قريب أو غير قريب أو شخص متوفي وقام وسمى المتبرع، وبعد ذلك أخذها ووضعها في شخص متلقي اللي هو الذي لديه فشل كلوي. دكتور في هذا السياق أيضا لدينا أحد المستمعين اسمه سالم المهيري يسأل يقول صباح الخير، سؤال هل هناك كلى للتبرع لكبار السن من 40 سنة فما فوق وجزاكم الله خير. أخوي يعني أبو سالم أو سالم المهيري السؤال مو بواضح، هل يعني هو يسأل يقول هل هناك كلى للتبرع لكبار السن؟ ما عرفت هو يقصد أنه هل ممكن التبرع ممكن لكبار يعني سن 40 سنة فما فوق؟ حرام كبار السن 40 سنة لا بعد يعني شو بعد كم يوم يعني 9 سنين لست كبار السن. لا طبعا شكرا على السؤال. هناك معايير وشروط معينة لزراعة الكلى للمتلقي وذلك لضمان فترة ديمومة في وظائف الكلى في أكبر فترة ممكن من 5 سنوات إلى 60 سنة بإمكاننا نزرع. حتى بعض المراكز المتقدمة سنة وما فوق، بعض المراكز لحد 70 سنة، ف40 سنة طبعا 100%. الحين كمتبرع
الشخص المتبرع لا يجوز التبرع بالعضو حتى لو كنت من قريب من الدرجة الأولى إذا كان عمرك أقل من 18 سنة، يعني الأخ أقل من 18 سنة لا يمكن له التبرع. أكثر من 65 سنة عادة يكون مع مصاحب لديهم أمراض أخرى مثل الضغط والسكري، فهناك خطورة على أخذ الكلى من هذا المتبرع. عادة نحاول أن نأخذها من شخص أو شخص سليم أو صحيح. هنا أسطورة تقول أن الشخص الموجود أو المولود بكلية واحد، طبعا تعرفين أن كل أشخاص عندهم كليتين، لكن سبحان الله بعض الأشخاص مولود بكلية واحدة ويعيش إن شاء الله 100 سنة بدون أي مشكلة وحياة طبيعية بدون أي مشاكل. هذا هو نفس المنطق أو الذي نستخدمه في زراعة الكلى. إحنا ما نقوم زراعة للتوضيح للمستمعين كليتين، نقوم بزراعة كلية واحدة. أوكي. حتى الكلى يعني يستطيع الإنسان دكتور يعيش بكلية واحدة. نعم. طبعا هناك عدة إجراءات لازم يتبعها المتلقي ما قبل الزراعة. لازم نتأكد طبعا فصيلة الدم مطابقة، الأنسجة مطابقة، وجود بعض الفحوصات، تأكد من الأوعية الدموية، تحاليل بالنسبة للأطفال، تكملة التطعيمات، لأن ما بعد الزراعة سوف يواجهون مثلا أدوية تقوم تثبيط المناعة، فلازم التأكيد على أن هذه الأمور مغطاة من ناحية التطعيمات، بالإضافة إلى التأكد من الشكل التشريحي للمثانة للكلية نفسها، هل يحتاج بعض التصحيحات، لأنه منهم تعرفين يكون صلى فترة طويلة إذا ما كان زارع مثلا ما عنده بغل وانت بكرامة، المثانة عنده صغيرة فيحتاج توسيع مثانة، لأنه ما بعد الزراعة يعني هناك كميات بغل كثيرة لا يستطيع تحمل المثانة الصغيرة على سبيل المثال. طبعا هناك أشياء ثانية يعني إجراءات معينة أيضا دكتور تندرج تحت زراعة الكلى وقبل أو بعد حتى هذه العملية. بس ذكرت لنا اليوم معلومات مهمة دكتور عن أعمار الأشخاص اللي ممكن يتبرعون بالكلى، يعني مثل ما ذكرت فوق 65 سنة أو سواء 18 عام وتحت، يعني يفضل دائما أن يكون شخص سليم، شخص معافى اللي حاب أنه يتبرع بالكلى لأحد من أهله. وأيضا التطابق دكتور ضروري ومهم أيضا. إذا نحن دكتور لضيق الوقت يعني عندنا يمكن 5 دقائق للأسف الشديد، بنتكلم عن الخدمات اللي تقدمها الدولة لمرضى الكلى بشكل عام. طبعا لضيق الوقت الحمد لله صار عندنا أكثر من 4 مراكز زراعة كلى في الإمارات، 3 مراكز منها في إمارة دبي في مستشفى الجليلة تخصصي للأطفال، مستشفى المدينة مستشفى دبي، القاسمي في الإمارات الشمالية، ومستشفى الشيخ خليفة في أبوظبي، بالإضافة إلى كليفلاند. فالحمد لله المراكز متوفرة. الدولة قامت بتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها مريض الكلى من بداية التشخيصات البسيطة إلى ما آخر مرحلة من المراحل اللي هو كغسيل كزراعة، وكل توفر عدة مراكز لغسيل في خلال إمارات الدولة على مستوى الدولة. الحمد لله المستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة، الأطباء ذو كفاءات عالية، الأدوية متوفرة حتى في ضمن جائحة كورونا كانت لا يوجد نقص في الأدوية. الأدوية مكلفة بالنسبة للمريض الكلى، مريض الغسيل أو مريض الزراعة، لكن الحمد لله متوفرة على مدار الساعة من أجود الشركات أو الصناعات، ومتوفرة ومتاحة يعني للمواطن وغير المواطن. نعم أيضا نحن الحمد لله دكتور في دولة تنعم بحق الصحة، يعني أنا رأيت أيضا في جائحة كوفيد-19 أحد الأهالي يقومون بغسيل الكلى في المنزل، تخيل يعني دكتور. نعم. لكبار السن ولهذا يعني الدولة الحمد لله موفرة لمواطنينها وللمقيمين رعاية صحية يعني نقدر نقول ممتازة الحمد لله، وعلى رأس الأولويات يعني على الدول وعلى المعايير الحمد لله. الحمد لله دكتور إذا بنقول يعني كلمة أخيرة وجهها للمستمعين بما يخص أمراض الكلى، كيف ممكن يكونون حريصين على يعني نقول صحة أفضل ولكلية أفضل، وكيف ممكن أنهم يطمنون أنهم الحمد لله لا يعانون من أمراض الكلى، وإذا كانوا يعانون من أمراض الكلى ما هي النصيحة اللي تقدمها لهم؟ باختصار شديد أنصح جميع الأشخاص المستمعين باتباع تعليمات بسيطة، الرياضة المستمرة، شرب الماء بكميات كافية،
استشارة طبيبك بالنسبة للأدوية التي تستخدمها، بعض الأدوية تؤثر على الكلى، عدم الإفراط في الأكل ونوعية الأكل نفسه، الابتعاد عن التدخين والدهون والأكلات المشبعة. الحمد لله بدأ في الآونة الأخيرة برنامج زراعة الكلى في على مستوى الإمارات، وإحنا الحمد لله من ناحية الدينية ومن ناحية الكلتشر الثقافة لدينا واتباعا لسنة الرسول، ونعتبرها عليه الصلاة والسلام على أساس كأنها وقف. والآية القرآنية في سورة المائدة تقول كأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالحمد لله رب العالمين صار هناك وعي من الناس عن طريق الهيئات التعريفية، عن طريق المستشفيات. أنصح الناس بزيادة تسجيل أسمائهم في هذا البرنامج، زيادة الوعي أيضا دكتور. نعم. والتثقيف، وهذا طبعا دورنا ودوركم كيعني جهات يعني أنتوا كجهات يعني طبية، ونحن كجهات إعلامية أيضا دورنا أن نحن يعني يد بيد نحو يعني ثقافة عالية، نحو ثقافة التبرع بالأعضاء أيضا. نعم دكتور، للأسف يعني الوقت داهمنا، ولكن الحديث معك يعني نقدر نقول ممتع ومفيد. شكرا جدا. شكرا. أشكر لك دكتور لؤي أكرم عيد، استشاري أمراض الكلى الأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، تواجدك معنا اليوم في الاستديو، على أمل إن شاء الله نستكمل الحديث أكثر فيما يخص نقدر نقول جانب أمراض الكلى للأطفال بما أننا ما تطرقنا لليوم. شكرا لمشاركتك الطيبة دكتور، تسلم. أعزائي المستمعين، بهذا نكون وصلنا لنهاية برنامج صحة وسعادة. أتمنى أن نكون اليوم قدمنا لكم كل ما هو نقدر نقول مفيد، نتمنى نكون نشرنا بينكم وبين أهاليكم أو لأحد المستمعين ثقافة التبرع بالأعضاء. أعزائي المستمعين، كل الشكر لإذاعة نور دبي ولفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وأيضا الشكر موصول في التنسيق والمتابعة لزميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج لمخرجنا وائل القواسمة. كنت معاكم اليوم في تقديم برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.